انا بتشرف بانه من 18 سنه كان لي الشرف مع الدكتور محمد شريف اننا ننشئ وحده لعلاج الالام وللتغذيه في معهد ناصر, وقبل كده في مستشفى الهرم وعده مستشفيات, ومن خلالها بنقدر ندي التوعيه المطلوبه والمتابعه المطلوبه للحالات زي دي. حديثا بنقول انه في مشكله, في وباء بيجتاح العالم وهو وباء السمنة أو الوزن الزايد. لنا أننا نعرف أنه 1.9 بليون إنسان على مستوى العالم دلوقتي عندهم مشكلة في زيادة الوزن, ودول فوق 18 سنة فقط حسب إحصائية بتاعت منظمة الصحة العالمية. 650 مليون منهم بس عندهم سمنة, فبالتالي إحنا يعني دلوقتي الاتجاه العام قدر إمكاننا أننا نبعد عن الأمراض دي أو نحاول نتلافها. المشكلة الثانية دلوقتي هي السكر وارتفاع ضغط الدم ومشاكل عضلة القلب. بنقول أنه حوالي 90% حسب آخر دراسات اتعملت بتقول أنه 90% من حالات اللي عندهم سكر عندهم سمنة برضو, فبالتالي احنا بنحاول برضو أننا نجتهد وأننا ندي الوعي المطلوب ونوصل المعلومة سليمة للمواد. النهاردة أول يوم بالنسبة لنا في المرحلة الثانية في معهد ناصر. بنشكر طبعا وزارة الصحة دكتورة هالة وتعليمات السيد الرئيس, الحمد لله بتتنفذ تمام, ومجهود الناس كلها اللي موجودة والدكتور هاني راشد طبعا مدير معهد ناصر. ما فيش بخل في الموضوع ده على أي إنسان, يعني أي حد هيجي بيتعمله التحاليل والفحوصات اللازمة, وبعد كده إن شاء الله النهاردة عندنا يوم تثقيفي صحي بنقدر ندي فيه محاضرات. أنا عن نفسي ليا محاضرة عن علاج السمنة, فبالتالي بنقدر نوصل المعلومة دي للأب والأم كأسرة, هم هيبقوا مسؤولين بعد كده عن توصيل هذه المعلومة وتقنينها بالنسبة لأولاده. الرياضة 5 مرات في الأسبوع مشي فقط لا غير, في حدود 150 دقيقة زي ما بيقول, يبقى نص ساعة في 3 × 5 مرات 150 دقيقة. ووجبة العشاء بالليل ما يكونش فيها عيش أو فاكهة, فبالتالي بنقدر نقنن كمية النشويات اللي داخل الجسم وهي المسؤول الأول عن السمنة.